شاهدي عندها سرطان في الوالده، مشات على الطبيبه كتبت ليها قالت لي غادي تحيدي الوالده. ملي مشات جات لعند الطبيب قالت الاسنا راجلها بين ما تحيد الوالده مع الاقل. قال لي هاد المرض عندك ما عرفتوش اشنو، ما نقدرش وقلي نحيد الوالده شويه شو معاه ما نهضر. قال لي صافي سيروا جيبوا لي الدم وجيبوا لي الماء ديال الاملاح، راه الدرقه ناشفه من الدم ومن الملح من الماء. ملي مشى راجلها يجيب ليها صابو مفتاحها خيطها نهار ثلاث ايام خرجها، ما عطاهش الدوسي ديالها ما عطاهش السيد ديالها. قال لي ملي عقبت العد ما بغاش يعطيها قال لي سيري لهذا واش تيقولوا لي تلفت عليه الميريزكو. قال لي ديريني ما فيها تحلك ما جايتي لعدي هذا الباب سديه. ايوا حنا نطلبوا في الله داليا فليساتها وداليا كلشي. هاد السيد ما عقلش عليها دار لها عمليه ومني ما صدقتش ليه ولا الله اعلم اش دار. قال لها ديري براسك بحالي ما عمرك دستينا سيري الميريزكو. السيده ما في حالهاش وعندها بنياتها والله يحسن العون. ودابا من هاد الشيء كامل علاش شديتيها؟ راه هما ولاد الباديه قالوا زعما كنينك حسن جايبه داك الرزيق عاد سلفوه ووقفوا مع خوتها في الاخريه بحال ضربت ران. قال لي هاد الباب ما عمرك جيتي ليه. مصيفطينها من العروبيه يعني جايه من الباديه باش انها تحيد الوالده. جات عندها الطبيب على اساس هو ما خاصوش يشدها مني ما باغيش يدير ديك العمليه جاته صعيبه ولا ماشي بالاختصاص ديالو ما يديرهاش ليها. ناض حي ما حيدش لها الوالده دار لها خطا. دابا هي ولا كيرجع لها الحريق وداكشي. مني رجعت قال لها سيري تبعي في ميريزكو صافي حنا ما صافي بحال نكره. جات باش تحيد الوالده عندها سرطان والدريه باقا صغيره والله الا مخليه ثلاثه البنيات معباهم ما حيتاش ما يمكنش لا جات ما كاين لما تخليهم غير في الباديه. عاد حيد بها الوالده وقال لها سيري كولي كلشي كولي كلشي ولا حتى هي على اساس تاكل كلشي على هضره الطبيب. صافي رجع لها عاوتاني المشكل. مني جات تشوف لقات باقا الوالده باقا سرطان في الوالده باقا الوالده كاينه. لا كاينه شي مساعده يساعدوها اللي يعرفوا شي تدخل. حنا المهم النمره ديالها راه كاينه حنا واقفين واخا جهد لجهد الله. المهم غير رساله المحسنين اللي تدخلهم في حاله السيده الله يرحم بها الوالدين الله يجازيهم بخير.